يخاف العبد من الجن كخوفه من الله سبحانه وتعالى، واستعاذ بهم وتقرب إليهم بالذبح أو بغيره، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. ويجازى نسأل الله العافية والسلامة بنقيض قصده، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا على خوفهم. فالعبد يخاف من الله سبحانه وتعالى، لا يخاف من الخلق، وكل من خاف شيئا أكثر من خوفه من الله خوفه الله سبحانه وتعالى